اهلا وسهلا بكم حبوباتي في فيديو جديد على قناتي. واخيرا وصلنا الكولي بتاع شيئين بعد 14 يوم. طلبت نهار واحد في الشهر واليوم 14. اول مره نشري من عندهم، ما خديتش حاجات كبيره برشا، حبيت نجرب هيا نشوفوا مع بعضنا شنو فيه. ورجعت لكم كما قاعدين تلاحظوا الكولي حليته باش نقيس الحاجات اللي شريتها وناخذ فكره على المقاسات على الجوده. انا كما تراو الكولي صغير مش كبير برشا، خديت جوست 4 قطايع فقط. عليه خاطر اول مره نجرب الموقع، حبيت نجربه كهو نشوف، يعني خفت اكثر حاجه من المقاسات، لكن الحمد لله قصتهم الكل وكلهم جاوني. ونصيحة زادة للناس اللي ما تحبش تدفع تاكس كيف يوصلها الطلبية نتاعها، تاخو شوية قطع 4-5 قطايع. كيف يجيك كولي صغير ما تدفعش تاكس، اذا يكون فوق 50 اورو يعني تكون توصيل بلاش زادة. هذا هو شنو واخديت، اقوم مش نحلهم معاكم ونشوفهم بالتفصيل. توا نبداو مع بعضنا نشوفوا الطلبية بالحاجة. كما نلاحظوا كل قطعة تجي وحدها بيان بالي، محمية في البلاستيك نتاعها. البلاستيك هذا زاد اللي حاطين فيه الحوايج نجمو نستغلوه كي تبدا عنا صفرة، نحطو فيها الدبش نتاعنا يكون محمي، نجمو زاد نحطو فيها الأحذية نتاعنا، حتى كي نحطوها فوق الدبش نتاعنا بيقعد نظيف، ما منخافوش انو صباتي مسخو ولا حاجة. كيما تراو هذي شلاكة متاع دار، توا كيما تعرف الحجر الصحي خديت لك طريقة حاجات للدار نلبسها في المنزل. هذه هي شلاكة، جي في اللون الابيض، موجود منها في اللون الابيض واللون الاسود. كيما تعرف اللون الابيض يجي على كل شيء، خديتها في اللون الابيض باش تجيني على البيجامات اللي خديتهم. هذه هي، انا نلبس 38 وخديت 38، جاتني بالضبط يعني المقاس صحيح. توا نتعداو القطعة الثانية، اللي هي البيجاما الاولى، نجي في اللون هذا، لون مزيان برشا، اللون الازرق كيما تشوفوا التصاور اللي فيها. خديتها في الاكس ال، كما تعرفوا مع الحمل يعني متاعي وكل عملت حسابي قلت نزيدش في الوزن ولا زاد الكرش تكبر، على الاقل قلت تكون حاجه كبيره هكا مفضفضه نرتاح في اللبسه نتاعها. هذا هو المريول. بيجامه هذه من 3 قطع، تجي معها هذه تاع العينين. القماش نتاعها مزيان برشا وفي اللبسه حلوه حلوه على الاخر، جاتني معناها كيما نحبها بالضبط. وهذا السروال، كما تشوفوا نفس الموتيف اللي في المريول تلقاه في السروال. فما دي بيجاما كما تعرفوا المريول يكون مختلف على السروال، هذه لا يعني نفس القماش، عملوا منه 3 قطايع نتاع البيجاما، جاتني مزيانه برشا 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 كما قلت لكم. والاستيك نتاعها باهي ما يتبسش على الكرش، يتحل بالكدا ملوطه تجي كما هكا. الخياطه نتاعها حلوه برشا ما فيها حتى ديفو، هذه عجبتني برشا الحقيقه. نتعداو للبيجامه الثانيه، البيجامه هذه قماشها بارد 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 على الاخر، باهي للصيف تبرد مش نرمال. هذا هو المريول نتاعها كالعادة، خديتها في الاكس ال كما قلت باش تجيني مفضفضة ونرتاح في اللبسة نتاعها. بيجامة هذه قطعتين نتاع هوا، هذاك المريول وهذا السروال.
كيما تراو اللون بتاع السروال والمريول مش نفسه، يجتمعوا شويه في الموتيف هذا كيما تراو في مسو حب ومطر. نفس المطر هذه موجوده لهنا، نفس الصحب. عجبتني بصراحه، كيما قلت لكم قماشها بارد وترتح برشا في اللبسه. اخر قطعه خديتها هي الروبة هذه، حتى هي خديتها زاده الحمل، يعني حبيت حاجه تكون مفرهده كبيره واسعه، خاصه من جهه الكرش جهه البطن. هكا تكون من فوق نصف يد، الكول نتاعها رون مدور، خديتها في الال تكون من فوق هكا مكبوسه، من بعد توسع من هنا كما تشوفوا واسعة، تخلي برشا يعني مساحة للكرش، يعني تساعد برشا نساء الحوامل. وفيها زوزة جياب زادا، الجياب انا نحبهم برشا، ونتصور اي واحد يحب يعني ديما اللبسة بتاعه فيها جياب، حط فيها تليفون وحط فيها اي حاجة. وجي طويلة، هذم هما القطع اللي خديتهم من شيئين. الحاجة الوحيدة أيوة مش مننساش اللي ديفول الوحيد فيها، هما من تالي عنده شوية الخيوط هذوما طالعين، جاهزها وتنحج في ايدي. هذا لازم نقصه، هذيك الحاجة الوحيدة، اما الخياطة الباقي الكل طاب. كما شفتوا هذم هما القطع اللي خديتهم من شيئين، ان شاء الله يكونوا عجبوكم. وتوا مش نخلي لكم اكيد تسالوا على سوام، يعني مش نخلي لكم الصوره فيها كل قطعه قداش السعر نتاعها وكيفاه تجي ملبوسه على المنكه. نحب نشكركم على فرجة على الفيديو نتاعي، ونقول لكم ان شاء الله نتقابلوا في الفيديو القادم. بسلامه.